خمس ماتشات متبقيه على مشوارنا في الدوري، اهلي، مقاولين، حرس حدود، اهلي وزمالك يعني، وبعد كده مقاولين، حرس حدود، بيراميدز، وختامها مصري. خمس مباريات الهدف فيهم، الهدف الاساسي تم حسم هو لقب البطوله، لكن ده ما يمنعش ان عندنا اهداف تانية كتير جدا. واحد، الحفاظ على مستوى الفريق وتجهيزه لبطولتي كاس مصر والسوبر الافريقي مع اتحاد العاصمه ان شاء الله باذن الله في يا في 8 يا في 9، لسه ما زال يعني الخبر عندي مش مؤكد، وارد جدا يتم تغييره وتغيير مكان المباراه لو فكروا ان هم يلعبوها مع ماتشات كاس العالم. نمره 2، وده الاهم، تقييم اللاعبين الموسم ده عشان تقدر تحدد بشكل انت كجهاز فني يعني محتاج مين يكمل ومحتاج مين يخرج على سبيل الاعاره ومحتاج مين يخرج بشكل نهائي. نمره 3، ودي نقطه مهمه جدا، ارقام قياسيه تنتظر النادي الاهلي في الموسم الحالي. اكتر مباراه او اكتر موسم قدر النادي الاهلي يفوز بعدد مباريات هو 28 مباراه. اذا ما تمكن الاهلي من حسم الخمس مباريات المتبقيه للموسم الحالي يصل لنفس الرقم. الاهم من ده، وده الرقم اللي ممكن يكون ما اتحققش قبل كده، هو عدد النقاط. الاهلي اذا ما فاز في الخمس مباريات المتبقيه من عمر الدوري يصل للنقطه رقم 90 ويكسر الرقم القياسي ايضا طبعا المسجل باسمه، ده طبيعي جدا ومفهوم، 89 نقطه حققها قبل كده في واحد من المواسم التاريخيه. وتبص على ارقام الاهلي تجد انه على مستوى الدفاع وعلى المستوى الهجومي الاهلي السنه دي قدم واحد من افضل مواسمه، وخصوصا انه ما خسرش ولا مباراه محليا، مش بس في الدوري، ولا مباراه محليا الموسم الحالي. الاهلي مع كولر لم يخسر الا اربع مباريات، مباراتين في دوري الابطال، مباراه امام الهلال في السودان بعد موقعة كاس العالم، ومباراه امام سان داونز في جنوب افريقيا، ومباراتين، واحده مع فلامينجو البرازيلي والمباراة الأخرى كانت أمام ريال مدريد. دي الماتشات اللي خسرها الأهلي في الموسم الحالي. نتمنى إن شاء الله لرجالتنا التوفيق.